حضراتكم احنا كنا ابتدينا في البرنامج الحكايه بتاعت رانيا يوسف، وكانت رايحه تاني يوم مكتب او بعديها بيومين مكتب النائب العام. خلينا نشوف رانيا يوسف نهايه الحكايه، والحمد لله انها نهايه سعيده. نشوف رانيا موقفها ايه وحصل معاها ايه. اهلا رانيا، ازيك؟ هاي عمرو، ازيك يا عمرو؟ صوتك مفرفش اهو، هاي اهو، حاجه زي الفل. الحمد لله يا عمرو، الحمد لله. طمنينا عليك، ايه اللي حصل يوم الاربعاء؟ ما فيش، حصل تحقيقات بناء على بلاغ من الاستاذ سمير صبري، فحصل معايا تحقيق بناء على البلاغ بتاعه، وجبت صور للفستان وقلت ايه اللي حصل بالضبط في الفستان وبس، ودلوقتي في انتظار قرار النائب العام. وتم يعني صرفك من عند النائب العام بضمان يعني بطاقتك محل الشخصيه؟ بطاقتي الشخصيه بالظبط كده. كنت خايفه وانت رايحه؟ اكيد يا عمر، اكيد، لان مش متوقع كل ده يحصل بسبب اللي حصل يعني. طيب دلوقتي هل المحامي ممكن تشرح للناس، الناس مش فاهمه الحكايه دي، ليه المحامين ما تنزلوش؟ لانه الجزئيه القانونيه دي الناس مش فاهماها. قانونا مش من حق المحامي انه يتنازل، ومتهيألي الاستاذ سمير صبري والمحامين اللي قدموا البلاغ عارفين كده كويس قوي. قانونا بما ان البلاغ وصل للنائب العام، هم قانونا مش من حقهم يتنازلوا، لان الموضوع خرج من ايديهم وراح للنائب العام. انما دي تبقى في سلطه النائب العام دلوقتي. بالظبط كده، مش في سلطه المحامين. خلاص اني مور، خلاص هو راح للنائب العام، فهو دلوقتي عند النائب العام. رانيا انا شفت انه يعني انا شفت ليكي صور النهارده، استغربت جدا، قلت البنت اتعقدت بقى جوه بسين ولابسه هدومك كلها. ده ايه الحكايه دي؟ والله يا استاذ، ده حصل قبل الموضوع ده بشهر تقريبا، وما كناش لسه نزلناه، فمالوش دخل خالص بالختام ولا الافتتاح ولا اي حاجه. في فوتو سيشن اتعملت قبل الموضوع ده بشهر، وكنا مستنيين ان هم ينزلوا يعني بالتتابع كده على السوشيال ميديا. انما الناس كلها قالت خلاص بقى، يعني البنت بتاخد بالها يعني حتى في البسين لابسه هدومها بالكامل. لا مش للدرجه دي يا عمرو، اللي اتلسع من الشوربه او اللي اتلسع من الفستان. لا مش للدرجه دي. الفوتو سيشن ده حصل من شهر تقريبا، من قبل المهرجان خالص، بس كنا مستنيين ان هو ينزل بتتابع على المجلات والجرايد وكده وعلى السوشيال ميديا بوقته يعني. رانيا في نهايه المشكله دي عايزه تشكري مين؟ عايزه تقولي ايه؟ اتعلمتي ايه؟ عايزه اشكر كل وقفوا معايا، واللي فهموني بجد، واللي فهموا ان نيتي ما كانتش قصدها ابدا ان ده يحصل ولا المشاكل دي كلها تحصل. كل زمايلي واصحابي اللي وقفوا معايا، وعايزه اشكر برضو اللي شتموني، لان هم شالوا من عليا ذنوب كتير قوي 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 الحقيقه يعني. عايزه اشكر كل الناس، لان الناس ما بتتعرفش في المواقف يا عمرو، والموقف ده عرفني ناس كتير قوي، مين القريب ومين الحقيقي ومين الفيك ومين الكذاب.